بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ما زلنا في البدع، سلسلة البدع القولية والفعلية التي يفعلها كثير من الناس اليوم وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول رزق الهبل على المجانين. هذه مقولة لا يصح أبدا أن تقال ولا تخالف السنة النبوية، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. رزق حد مش على حد أبدا. لا تقول رزق الهبل على المجانين. هذا المثل الشعبي منتشر بين الناس، يقوله كثير من الناس جهلا ولا يجوز أبدا. الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت رزقك مش على حد، ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نقول رزق الهبل على المجانين. إذا سمعت إنسانا يقول ذلك، يجب عليك أن تنهاه وتحذره وتعلمه، وإلا تأثم. لأن إذا نسبنا الرزق إلى غير الله سبحانه وتعالى فنحن نفعل كبيرة ونحن ندري. فما تسمعش إنسان ينقص من ذات الله سبحانه وتعالى وتسكت. رزق الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى، رزق الناس على رب العالمين، وليس هناك رزق على أحد أبدا. واحذر أن تسمع إنسانا يقول ذلك وتسكت. احذر أن تسمع إنسانا يقول ذلك وتسكت. وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي. إن لم تستطع باليد فواجب عليك باللسان، وإن لم تستطع باللسان فبالقلب. ولكن الشرط عدم الاستطاعة. إذا كنت قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، لا يجوز لك أن تنتقل إلى أن تنكر بقلبك وأنت قادر على باللسان. تقسم اسما كبيرا، يكون الاسم على مقدار الفعل. فإذا سمعت إنسان يقول رزق الهبل على المجانين، قل له اتق الله. هذه كلمة بدعية ليس لها أصل شرعي، وفيها انقاص من حق رب العالمين، لان رزق العباد على رب العباد وليس على انسان. اقول قولي هذا واستغفر الله. اكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شرور شويه زعيم في صور عظيمه، لعل علما في الاقن ما نعمل يوم القيامه لا ينقذ من الجيش مش تفعلوا جرش في الشق. الناس لكم جلديد وساعدوني على نشر الصوت النبوي.